شباب الصحابة كانوا حريصين على العلم. عمرو بن سلمة الجرمي يسكن قريبا من المدينة، يقول: كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، فقط لأنهم كانوا على ممر المسافرين. فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، فقال: يا أمكم أقرأكم، يعني أحفظكم، وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ، فقدموني فكنت أأمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. شباب من الأنصار 70 كان يقال لهم القراء، عبادة، فقه، قراءة، تلاوة، شجاعة. روى أحمد بإسناد صحيح عن أنس قال: كان شباب من الأنصار 70 رجلا يقال لهم القراء، يكونون في المسجد، فإذا أمسوا انتحوا ناحية من المدينة فيتدارسون ويصلون، يحسب أهلهم أنهم في المسجد ويحسب أهل المسجد أنهم في أهلهم، لكن من الإخلاص ما كانوا يعملون ذلك أمام الناس، حتى إذا كانوا في وجه الصبح استعذبوا من الماء واحتطبوا من الحطب، فجاءوا به فأسندوه إلى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمة للناس، للفقراء، للمحتاجين، لأهل الصفة. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا 70 شابا من هذه الصفة وعلى هذا المستوى، فأصيبوا يوم بئر معونة، قتلوا جميعا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على قتلتهم 15 يوما في صلاة الغداء الصبح، والقصة في البخاري ومسلم. لكن تأمل في حالهم كيف كانوا يلازمون المسجد، ثم إلى ناحية من المدينة يتدارسون ويصلون ويستخفون بعملهم، ثم في النهار يحتطبون ويأتون بالماء والحطب إلى المسجد، إلى الحجرة النبوية، إذا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماء أو إلى حطب وجد ذلك. 70، كم كانت الخسارة بهم فادحة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كم أنتج من الصحابة، كم تخرج على يديه من الصحابة، كم تعلم على يديه، كم تربى على يديه، كم اقتدى به. وهذه العظمة النبوية في تخريج هذه السلالة البشرية العظيمة من أولئك الصحابة، هؤلاء الذين كان عندهم الاستعداد التام للتعلم والتفقه والفهم والعبادة والتطبيق والجهاد والتضحية، كان عندهم استعداد أن يذهبوا إلى أي مكان أرسلهم إليه. إنها طاعة عظيمة، إنهم شباب. الكلمات، كلمات الواحد منهم تسجل، والله شباب. إذا جئت إليهم هذا الواحد منهم، نعمان بن بشير كم عمره عندما كان يقوم مع النبي عليه الصلاة والسلام ثلث الليل ونصف الليل وأكثر الليل في رمضان حتى كاد أن يفوتهم السحور؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سمع العبارة، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل ما ترك قيام الليل حتى مات، بنى حجرة ما أحد أعانه عليه من خلق الله أعانه على ذلك، هو بنى لوحده غرفة وسكن فيها. ابن عمر رضي الله عنه كان شابا، فكانت سيرته عطرة. عبد الله بن عمرو بن العاص معروف بالعبادة جدا، معروف بالعبادة
نشأ في طاعة الله، هو الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. ولا زال يلح عليه أن يتركه ويسمح له أن يختم في مدة أقل، حتى بلغ 3 أيام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنه مستعد أن يصوم أكثر من 3 أيام في الشهر. طيب صم 3 أيام، صم يوما وأفطر 3، أستطيع أكثر من ذلك. طيب أفطر يومين وصم يوما، أستطيع أكثر من ذلك. طيب صم يوما وأفطر يوما، أطيق أكثر من ذلك؟ قال: لا أكثر من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. متفق عليه. يقول حمزة الأسلمي: يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب، وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن يؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة. الحديث في الصحيحين. حمزة بن عمرو الأسلمي من شباب الصحابة، شباب كانوا يتعلقون بالمساجد. يقول ابن عمر: كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب، ما كان عندهم مأوى، من أهل الصفة ومن غيرهم ينامون في المسجد. الذي ينام في المسجد ماذا يفعل في وقته؟ كل عبادة وطاعة، يعني ماذا سيفعل في المسجد مثلا؟ ماذا سيفعل في المسجد؟ كان عليه الصلاة والسلام حتى إذا أراد أن يعظ شابا مقصرا يناقشه بهدوء ويعظ بقوة أيضا، كما قال لأسامة بن زيد: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟